بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في سورة الكهف في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات لها سبب نزول، وذلك أن المشركين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرغبوا في دعوتهم والجلوس معهم يدعوهم إلى الله ويطمع في إسلامهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الضعفة عن مجلسه، لأنهم لا يجالسون الضعفة مثل سلمان وصهيب، عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية هؤلاء أراد أن يجعل للضعف مجلسا خاصا، ويجعل لهؤلاء مجلسا خاصا من حرصه على الدعوة. الله نهاه عن ذلك، قال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه في هذه الآيات من سورة الكهف: واصبر نفسك، يعني احبس نفسك في الجلوس معهم، اصبر على الجلوس معهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة الصباح والعشي المساء يريدون وجهه، مخلصين العمل لله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه وهم المشركون، هؤلاء المشركون، عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني كالفضة الذائبة والعياذ بالله، كالمهل يشوي الوجوه من حره، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وذكر جزاء المؤمنين والضعف هؤلاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ذكر جزاءهم سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. ذكر جزاءهم سبحانه وتعالى. لكن يغلط بعض الجهلة في هذه الآية: قل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا دليل على حرية العقيدة، هذا إما جهل وإما إلحاد والعياذ بالله. الآية ليس فيها تخيير، الآية فيها تهديد: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر جزاء الفريقين بعدها: الذين آمنوا ذكر جزاءهم والذين كفروا ذكر جزاءهم، ليس فيها تخيير. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عابد يقول: بالنسبة للصلاة هل تقضى عن المتوفى؟ الصلاة لا تقضى ولا يصلي أحد عن أحد، لا تدخلها النيابة. نعم. يقول: والدي هذا لم يحج نظرا لمرض لازمه سنوات، وله 5 من الأبناء، هل نحج عنه ونعتبر مع أنه ترك مالا لنا؟ يحج عنه من ماله، إذا لم يكن أدى حجة الفريضة فإنه يحج عنه من ماله، بأن يوكل من يحج عنه وتدفع له تكاليف الحج من التركة، لأن هذا واجب عليه وفرض عليه ودين في ذمته. وإذا حج عنه أولاده أو أحد أقاربه هذا من البر به والإحسان إليه. أما إذا كان أدى الفريضة فلا يحج عنه من ماله، لأن المال أصبح للورثة، لا يحج عنه حج نافلة من ماله. لكن من أراد أن يبر به ويتبرع له يحج عنه حجة نافلة فهذا خير. يقول السائل: يا شيخ حدثونا عن كتاب رياض الصالحين
ومؤلفه النووي. مؤلفه الإمام النووي إمام جليل من كبار المحدثين والفقهاء والأئمة رحمه الله. وأما الكتاب رياض الصالحين فهو كتاب نفيس، جمع فيه رحمه الله واختار فيه الأحاديث المفيدة الدالة على والحاثة على الأعمال الصالحة، فهو كتاب جامع لأعمال الخير يقرأ على الناس يستفيدوا منه ويتذكروا به الأعمال الصالحة فيكونوا يحثهم على ذلك ويرغبهم في الخير. كذلك فيه النهي عن المعاصي والسيئات، الأحاديث التي تنهى عن الذنوب والمعاصي والسيئات، هو كتاب حافل وجامع ومفيد جدا يقرأه المسلم ويقرأ على الجماعة في المسجد كما جرت به العادة في هذه البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول: ما رأيكم في إعداد الطعام لأهل المتوفى؟ سنة إعداد الطعام لأهل المتوفى، سنة بقدر حاجتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة موته، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله. تقديم الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم هذا سنة أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المبالغة في عمل الولائم والاجتماع ثلاثة أيام وكل يوم على واحد يجيب لهم طعام، هذا مخالف للسنة، وأيضا هذا يشغل أهل الميت في خدمة القادمين وإحضار الفرش وما أشبه ذلك، هذه عادات يجب أن تترك. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: حكم الموعظة عند القبور ما حكمها؟ لم يثبت بها دليل إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مع جنازة ووجدوا القبر لم يتكامل إعداده، جلس صلى الله عليه وسلم ينتظر إعداد القبر وجلس حوله أصحابه، فإنه اغتنم الفرصة ووعظهم صلى الله عليه وسلم، هذا لسبب، فإذا وجد سبب لهذا هذا هو السنة، أما أن يتخذ هذا سنة دائمة فليس عليه دليل. نعم. تقول السائلة يا شيخ: بالنسبة إذا كانت المرأة حائض هل تقرأ القرآن وهل لها أن تمس القرآن؟ لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، كما إذا خشيت نسيانه أو أنها في أيام امتحان يفوت عليها الامتحان فإنها تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف، بل يكون من وراء حائل، تمسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو قلم، تقرأ بقدر الحاجة. وأما إذا لم يكن هناك حاجة لقراءتها للقرآن فإن الجمهور على أنها لا تقرأ القرآن لا عن من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى تطهر. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل السوداني مقيم بالرياض: بعض الناس يتشائم من بعض الشهور فلا يخرج في هذا الشهر ويخاف منه، فما حكم التشاؤم من بعض الشهور؟ لا يجوز التشاؤم مطلقا، لا من الشهور ولا من البقاع ولا من الأشخاص، لا يجوز التشاؤم، لأنه من الطيرة، والطيرة شرك وهي سوء ظن بالله عز وجل، الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ولا يتشاؤم. وأما التفاؤل في الخير فهذا مطلوب، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، وأما الطيرة فإنها منهي عنها وهي شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والتشاؤم بالشهور أو بالأيام من الطيرة المنهي عنها، قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. صفر هو الشهر، شهر صفر، أنهم كانوا يتشاؤمون به، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. على المسلم أن يحسن الظن بالله ويؤمل الخير من الله ولا يتشاؤم ويسيء الظن بالله عز وجل، ولا ينسب الخير أو الشر ينسبه إلى البقاع أو إلى الدواب أو إلى المخلوقين، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الشيخ: هل الإيمان يزيد وينقص، وكيف يقوى الإيمان فضيلة الشيخ، وأمثلة على ذلك؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص زيادة بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادت، يعني المنافقين، أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك
أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان يزيد وأيضا الإيمان ينقص حتى يكون بمثقال حبة خردة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قوله أضعف الإيمان دل على أن هناك إيمان قوي وإيمان ضعيف، هناك إيمان كثير وإيمان قليل في القلب. هذا دليل على أن الإيمان ينقص حتى يكون بمقدار حبة خردل. قال سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. على حرف يعني على طرف، إيمانه ضعيف يهتز عند أول محنة، نسأل الله العافية. فالإيمان لا شك أنه يزيد وينقص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضل يقول لي أكثر من سؤال عن بعض الكتب، ومنها العقد الفريد. العقد الفريد هذا كتاب أدب، كتاب أدب لابن عبد ربه الأندلسي، وفيه مآخذ وفيه فوائد، فالذي عنده تمكن ومعرفة بالعلم والعقيدة لا بأس أن يطالع فيه ويستفيد مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من، أما غير المتمكن من العلم فإنه يتجنبه. نعم. كتاب المغني. المغني فيها المغني في الفقه لابن قدامة، الفقه الحنبلي، وهو كتاب جامع للمذاهب الأربعة بل لمذاهب السلف، كتاب موسوعة فقهية. وفيه المغني في النحو، فيه المغني في النحو، وفيه كتب تسمى بالمغني كثيرة، لكن المشهور المغني لابن قدامة. نعم. كتاب الوابل الصيب. الوابل الصيب كتاب لابن القيم، كتاب أدعية وأوراد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة للإنسان الذي عنده حساسية وعند سجوده يضع طرف الشماغ على الأرض، لا بأس إذا احتاج إلى وضع شيء على الأرض لا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، إذا لم يستطيعوا أن يسجدوا على الأرض وضع أحدهم عمامته سجد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ: ما مقدار الالتفات بالنسبة للإمام إذا سلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده كما كان صلى الله عليه وسلم؟ نعم. السؤال الثالث في رسالة السائل يقول: الاكتفاء بسورة الفاتحة في الصلاة هل تجزي؟ تجزي، لأنها ركن، وأما ما زاد عليها من القرآن فإنه سنة، إذا تركه فصلاته صحيحة. نعم. يقول: شخص يدعو بعد الفراغ من الصلاة بقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. لا، هذه زيادة، وإليك يرجع السلام زيادة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الوارد. نعم. السائلة أم عبد الله تقول: ما حكم التساهل في تربية الأطفال بالنسبة للوالدين، حيث إن الوالد والد هؤلاء الأطفال يقول: اتركيهم تعلمهم الحياة، لا تتدخلي في شؤونهم، أنت تريدين أن تعقديهم؟ هذا جاهل وليس مربيا. الواجب يتعاون الأب والأم على تربية الأولاد على الخير وعلى العبادة وعلى الحياة، ولكن هذا الذي ينهى امرأته أن تربي أولادها على الأخلاق الفاضلة يسمي هذا تعقيدا، هذا جاهل، لا تطيعه الأم بل تربي أولادها. نعم. يقول الشيخ السائل: ما المراد بإصلاح ذات البين، وما أجر من قام بذلك مأجورين؟ قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والبين معناها أن يكون بين المسلمين شيء من التوقف في الخواطر أو من الغضب بعضهم على بعض أو من المقاطعة، هذه ذات البين. كذلك الإصلاح بين القبيلتين المتنازعتين، فالإصلاح خير كما قال الله جل وعلا: والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. أبو خالد يقول: عند والدي أراضي معدة للتجارة وهو من تجار العقار،
يقول هل فيها زكاة؟ نعم، الأراضي المعدة للتجارة فيها زكاة في قيمتها لأنها من عروض التجارة، فإذا تم على قيمتها التي اشتراها بها سنة فإنه يثمنها بما تساوي ثم يزكيها، يعني يدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم. يقول الشيخ هل رفع اليدين في دعاء السفر ودخول المنزل وركوب الدابة مشروع؟ أما في السفر وقد ورد الرجل يمد يديه في السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا ربي يا رب. نعم، والأصل أنها ترفع الأيدي في الدعاء لأن هذا من أسباب القبول، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما أفضل الأعمال التي تقبل من الله تعالى وتكون فيها الدرجات أعظم؟ أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض أولا ثم النوافل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ بالنسبة للشخص الذي لم يحج ويريد أن يؤدي العمرة أكثر من مرة هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لكن يبادر بالحج الفريضة، يبادر بالحج الفريضة خشية أن يفوته الحج تبقى الفريضة في ذمته، يبادر بالفريضة ويحج ما بعدها من النوافل ما أراد. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول ما واجب المسلم تجاه أخيه المسلم؟ واجب عظيم، الواجب أن المحبة بين المسلمين، الواجب التواصل بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، الواجب تعليم المسلم إذا رأى عليه ملاحظة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى الله وإلى ذلك، كل هذا من حق المسلم على المسلم. شكر الله لكم شيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سجل هذا اللقاء الزميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.